في أيضا من خلال كلمة الشيخ محمد الخالد الصباح وزير الدفاع، أشار إلى عدة نقاط مهمة ويمكن أبرزها لما قال إننا نتابع ذلك السرطان واتساع رقته جغرافيا بمختلف أشكال على المستويين الإقليمي والدولي، اللي هو قضية الإرهاب والدول الراعية للإرهاب. هذه رسالة كويتية إلى جميع الراعين للإرهاب، سنحارب الإرهاب في عقر دارهم، وأشاد في موقف المملكة العربية السعودية. نشاهد هذا التقرير. هذا ليس بغريب على شقائنا في المملكة التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، وقامت على مدى عقود مضت بدور محوري حافل بالعطاء والتضحية في مكافحة التطرف والإرهاب. هذه الظروف التي تتطلب منا أن نقف بحزم لمنع استغلال تلك الظروف من قبل الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، بما في ذلك الميليشيات المسلحة، لوقف نشر أفكارها الهدامة ومارستها الإجرامية من قتل وتشريد وترويل. إخواني، يأتي حرص دولة الكويت على المشاركة ضمن الصفوف الأمامية لهذا التحالف، انطلاقا من موقفها الثابت تجاه الإرهاب والتطرف ورفضها ممارسات استغلال الدين كذريعة، وإننا نتابع كما تتابعون تنامي ذلك السرطان واتساع رقعته جغرافيا بمختلف أشكاله على المستويين الإقليمي والدولي، مما يحتم علينا توجيه الجهود والطاقات للتصدي لهذه الظاهرة. إننا جميعا ندرك طبيعة الظروف المحيطة، وجميعنا نتفق في أن أوطاننا ليست بمنأى عن تداعياتها ومخاطرها، وليس لنا من سبيل إلا التآخي والتآزر والتكاتف من أجل بناء تحالف قوي على جميع الأصعدة.